مرحبا. كتبنا لهيد الجمعة النباهة والاستحمار للكاتب والمفكر الإيراني علي شريعة. النباهة والاستحمار هو بالحقيقة مجموعة خطب مسجلة صوتياً ألقيها علي شريعة بطهران، وتم جمعه وإصداره ككتاب سنة 1984، يعني بعد 7 سنين من وفاة الكاتب. النباهة اللي بيحكي عنها الكاتب هي باختصار الوعي للمتغيرات وأساليب تفاعل الإنسان مع مجتمعه ومحيطه. والنباهة نوعين. النوع الأول هو معرفة الإنسان لنفسه وطاقاته وإمكانياته، واللي سميها الكاتب النباهة الفردية. النوع الثاني هو وعي الشخص لدوره الإنساني بمجتمعه ومعرفة قيمه، تاريخه، حضارته وثقافته، وسميها النباهة الاجتماعية. أما الاستحمار فهو الجهل المسيطر علينا كأفراد ومجتمعات، وقدرة السياسة والدين على ترسيخ هذا الجهل بشكل أنه بيصير هو الحالة الطبيعية للشعوب. هون بنصير قدام خيار أنه نبقى غرقانين بالاستحمار أو تشغيل عقلنا للوصول للنباهة. من أجمل مقتبسات الكتاب أن الدين بشكله المنحرف كأنه يقول لي: صحيح أنك أخطأت وسرقت وخنت وأجرمت وبعت مصير الناس للآخرين، إلا أن حل الآن ليس أن تعيد الحقوق فلا يمكن إعادتها، هناك حل أسهل. اقرأ هذا الدعاء 6 مرات واعطنا من هذا المال الذي قدمته شيئا وسوف تغفر ذنوبك. إله هذا الدين يغض الطرف بسهولة عن كل التعاسات والقبائح. علي شريعتي هو واحد من أهم المفكرين الإيرانيين بالعصر الحديث. خلق سنة 1933 ومات سنة 1977. اعتقلوا النظام الشاه بإيران عدة مرات، حتى أن بعض الأحيان كان يتم اعتقال تلميذه وأفراد عائلته للضغط عليه بسبب أفكاره التقدمية وإصراره على أنه أفعال الدين لازم تتماشى مع تعاليمه وما يكون أداة سياسية اجتماعية تدميرية. شريعتي مات بعمر 44 سنة بلندن بظروف كتير غامضة. لقوه ميت قدام باب بيته، مش معروف لليوم إذا كان اغتيال أو سكتة قلبية. النباهة والاستحمار يعد من أشهر مؤلفات الدكتور علي شريعتي وبعطيه 4 نجوم. كل جمعة كتاب هي مبادرة فردية لنشر ثقافة المطالعة وتقديم نقد أدب الكتب المقروءة. خبروني بالتعليقات أي كتب بتحبوا أقراها وأعطيكم رأيي فيها.